مشاهدينا الكرام مساعدكم صباحا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. خلال زيارة العمل والتفتيش التي قام بها أمس إلى قيادة قوات الدفاع الجوية عن الإقليم، ذكر الفريق أحمد قيد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ذكر بأن ما يهدف إليه الشعب الجزائري رفقة جيشه هو إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة التي سيتولى أمرها الرئيس المنتخب الذي حظي بثقة الشعب من خلال الانتخابات الرئاسية التي تجري في موعدها المحدد يوم الخميس 12 ديسمبر. أن ما يهدف إليه الشعب الجزائري رفقة جيشه وما يسعى إلى تجسيده فعليا هو إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة التي سيتولى أمرها الرئيس المنتخب الذي يحظي بثقة الشعب ونال رضاه ومنحه الشرعية الشعبية التي ستمكنه من تجسيد تطلعات الشعبية والمتوافقة أساسا مع أمال الشباب وتحقيق مسعى للحاق بركب الدولة المتقدمة كما كان يتمنى شهداء الأبرار وكما تتطلع بل وتحلم بها الأجيال الصاعدة للجزائر المستقلة. إن الجزائر وهي تستعد لخوض غمار استحقاق رئاسي بالغ الأهمية وتجد من شعبها برمته من أجل ذلك التفافا عبر كافة أرجاء الوطن يعكس وعيا شعبيا عاليا بأهمية هذا الاستحقاق الوطني الحيوي ويعكس الإدراك الشعبي العميق لحتمية التسريع بل تعجيل بإخراج بلادنا من هذه المرحلة الحساسة فانطلاقا من هذا الالتفاف الشعبي الكبير واستنادا إلى مستوى الثقة التي يوضعها الشعب لبلوغ الأهداف النبيلة التي يتطلع إليها. تواصل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي سعيها المتواصل الرامي إلى رعاية ومرافقة هذه الاندفاعة الوطنية العازمة والحرص على بدها بكافة عوامل التوفيق والنجاح حتى تبلغ المبتغى المرغوب. فاتباعا لهذا السبيل الموفق إن شاء الله تعالى يندرج عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تطلع بمهامها النبيلة بكل وعي وقناعة وتتولى بكل ثبات وإخلاص وإصرار أمر الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية قد وجدت وتجد اليوم وستجد مستقبلا كافة أشكال الدعم من طرف جميع مؤسسات الدولة ستحظى بكل تأكيد بكافة أشكال المرافقة الدائمة من طرف الجيش الوطني الشعبي والأحرار والأخيار من أبناء الشعب الجزائري لغاية بلوغ الهدف الأسمى وهو إجراء انتخابات رئاسية في موعدها المحدد أي يوم الخميس 12 ديسمبر 2019. فانتخابات رئاسية ستجرى في موعدها لأن هذا المسعى الوطني النبيل هو نابع من الإرادة الشعبية. وعندما أقول الإرادة الشعبية فأني أعني كافة فئات الشعب الجزائري باستثناء العصابة وأذنابها. إننا نرى اليوم أن الشعب الجزائري لا سيما فئة الشباب قد بلغ درجة عالية من الوعي وهو مصمم على الذهاب إلى إجراء انتخابات رئاسية مفشل بذلك مخططات العصابة وأذنابها الذين تعودوا على الابتزاز السياسي من خلال أبواق ناعقة
تستعمل بعض المنابر الإعلامية المغرضة التي تحاول عبثا عرقلة هذا المسعى النبيل. في اجتماعها أمس برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، درست الحكومة وصادقت على مشروع تمهيدي للقانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل أمين أبو قرو. درست الحكومة وصادقت على مشروع تمهيدي للقانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل. ويهدف مشروع النص إلى سد فراغ قانوني يمكن أن ينجر عنه المساس بأمن الأشخاص والممتلكات، لذلك تم اقتراح مراجعة الإطار القانوني المنظم لمجال النقل البري المتعلق بممارسة نشاط نقل الأشخاص أو البضائع حفاظا على النظام والأمن العموميين. حيث أشار وزير السكن أن الحظيرة الوطنية الإجمالية للسكن والتي بلغت حوالي 9.6 ملايين سكن منجز منذ الاستقلال، ووتيرة الإنجاز لا تزال متواصلة، حيث تجاوز البرنامج السكني الحالي 682,000 وحدة سكنية قيد الإنجاز بجميع صياغها، بما فيها السكن العمومي الإيجاري، المدعم، الريفي، عدل والترقوية، وكذا التجزئات الاجتماعية، بالإضافة إلى 363,000 وحدة سكنية سيتم الانطلاق فيها قريبا. كما عرفت هذه السنة إلى غاية شهر سبتمبر 2019 توزيع أكثر من 178,000 وحدة سكنية. في تدخله أكد الوزير الأول على عزم الحكومة على تنفيذ كل البرامج السكنية المقررة وتعبئة الموارد المالية لذلك، والتي يجب أن تتم من اليوم فصاعدا وفق إطار عملي وواضح يستجيب لتطلعات مواطنين بكل شرائحهم في حيازتهم لسكناتهم وتملكها بصفة قانونية تسمح لهم بالتصرف بها بكل حرية ووضع في متناولهم سوقا عقارية ترقى لتطلعاتهم مثل ما هو معمول به في دول العالم. وفي هذا السياق أشار الوزير الأول بأن الحكومة واعية بأهمية العقبات التي تحول دون تجسيد الأهداف سالفة الذكر وتؤرق كاهل المواطن، والتي تتعلق بتسوية الوضعية القانونية لسكناتهم وتمكينهم من الحصول على عقود الملكية، مؤكدا عزم الحكومة على التكفل بصفة نهائية ومدروسة بهذا الملف الذي يطرح بالنسبة للعديد من البنايات الفردية والمجمعات السكنية المشيدة خلال سنوات التسعينات، وكذلك بالنسبة لكل صيغ السكن العمومية لا سيما الإيجارية، المدعم، التساهمي، الريفي، عدل والترقوي، وكذا التجزئات الاجتماعية. وفي هذا الإطار قرر الوزير الأول تمكين كل المواطنين المعنيين من الحصول على عقود ملكية سكناتهم، وذلك في أجل لا يتعدى 6 أشهر. وضع آلية حكومية تتكون من قطاعات الداخلية، المالية، السكن والفلاحة تتولى وضع تجسيد هذا القرار عبر تسوية كل السكنات المبنية وتسليم العقود لأصحابها. وضع لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن كامتداد لهذه الآلية برئاسة والي الولاية بإشراك رؤساء المجالس البلدية ومصالح أملاك الدولة، مع وضع ترتيب خاص على مستوى ولاية الجزائر العاصمة. تكليف الوزراء المعنيين بتقديم عرض حول التقدم المرحلي لتجسيد هذه العملية خلال كل اجتماع الحكومة، وقصد التسريع من عملية إنجاز البرامج السكنية الجارية وتسليمها للمستفيدين في أقرب الآجال، قرر الوزير الأول وضع فوج عملي بين وزارتي السكن والمالية يكلف في أجل حدد ب15 يوما بإعداد برنامج عمل براغماتي بآجال مرحلية للإنجاز، يهدف إلى رسم صورة واضحة المعالم حول آجال تسليم كل البرامج السكنية عبر كافة بلديات التراب الوطني وكذا المرافق التابعة لها من شبكات وطرقات وتجهيزات عمومية، ورصد الأغلفة المالية اللازمة لذلك بصفة مرحلية ومحددة مسبقاً.
وبغرض تنويع العرض السكني والاستجابة لمختلف رغبات كل شرائح المجتمع والدفع بحركية السوق العقارية الوطنية لفائدة المرقين العقاريين الخواص ضمن مسعى الحكومة لتحرير كل المبادرات في هذا المجال، تقرر إشراك كل المرقين العقاريين الخواص في إنجاز مختلف البرامج السكنية العمومية إلى جانب المتعاملين العموميين، حيث تم تكليف وزير السكن بتجسيد هذا القرار بصورة مستعجلة واقتراح كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذه. كما درست وصادقت الحكومة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي على مشروع تنفيذي يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. دليلة بعزيزة. درست الحكومة وصدقت على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. المشروع قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ويتعلق الأمر بإنشاء ثلاث مؤسسات جديدة للصحة العمومية بسعة 240 سريرا في ولاية الأغواط والمقاطعة الإدارية توغرت بورقلة وعين الدفلة، وذلك في إطار تعزيز قدرات القطاع وضمان التكفل الصحي الأمثل بالسكان عبر ولايات الوطن. وفي تعقيبه على عرض المرسوم التنفيذي، أشاد الوزير الأول بالجهود المبذولة في مجال تعزيز الهياكل الصحية عبر كامل التراب الوطني، كما أسدى تعليمات لوزير الصحة قصد إعداد عرض مفصل حول المؤسسات الاستشفائية المنجزة والمجهزة في طور الوضع حيز الخدمة يتم تقديمه خلال اجتماع الحكومة المقبل. استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة تضمن تقريرا مرحليا حول مدى تنفيذ قرارات الحكومة في مجال تعزيز الرعاية الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا. الوزير الأول نور الدين بدوي وفي تعقيبه على هذا العرض أكد على ضرورة المتابعة العملية والميدانية لمدى تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الشأن، مقررا بهذا الخصوص إنشاء لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى للمتابعة لدى وزير الصحة تتشكل من أمناء عامين للوزارات المعنية تتولى المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ كل القرارات المتخذة ورفع العراقيل المحتملة. تكليف وزير الصحة بإعداد تقييم أسبوعي لمدى تنفيذ الإجراءات المقررة على أن يعرض خلال اجتماعات الحكومة بصفة دورية. وبالعودة إلى مسألة تنمية مناطق الهضاب العليا والجنوب بصفة عامة، أشار الوزير الأول بأن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بضرورة تأهيل التنظيم الإداري وتعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن أكثر فأكثر، بما يتلائم مع الدخول الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا وتحسين ظروف التكفل بكل احتياجات مواطنينا لا سيما في مجالي الصحة والتربية. وفي هذا الإطار كلف وزير التربية الوطنية بتقديم نتائج عمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أسباب مستويات النجاح الضئيلة المسجلة ببعض المؤسسات والولايات، مع تقديم المقترحات بخصوص الإجراءات العملية التي ينبغي اتخاذها بهذا الصدد. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية والوزراء المعنيون حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، وذلك بالنسبة لشعبة الدواء بكل مكوناتها، مع تقديم حصيلة مرحلية لنتائج التدابير المتخذة في هذا الإطار بالنسبة لشعبة الحبوب. هشام أكلية. استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية والوزراء المعنيون حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، وذلك بالنسبة لشعبة الدواء بكل مكوناتها، مع تقديم حصيلة مرحلية لنتائج التدابير المتخذة في هذا الإطار بالنسبة لشعبة الحبوب.
وقد أبان هذا العرض عن الفاتورة الكبيرة والمتزايدة لواردات بلادنا من الأدوية التي بلغت سنة 2018 أكثر من 3.4 مليار أورو، حيث يأتي هذا الصنف من الواردات في المرتبة الثانية ضمن السلع الاستهلاكية غير الغذائية، فيما يغطي الإنتاج الوطني ما يعادل 57% من الحاجية الوطنية. كما تم تحديد أهم المتدخلين في هذا السوق من منتجين ومستوردين وموزعين. وبناء على هذا التشريح لواقع شعبة الأدوية وضرورة تغطية احتياجات السوق بمنتجات ذات جودة وبكمية كافية مع ترشيد الواردات، تم التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية شاملة تعتمد أساسا على زيادة الإنتاج المحلي وضبط السوق بناء على اعتبارات اجتماعية وعلاجية محضة. في تعقيبه على هذا العرض، نوه السيد الوزير الأول بالنتائج الأولية التي جاء بها فوج العمل، مؤكدا أن الحكومة ماضية في هذا المسعى بالنسبة لكل الشعب التي ترهق كاهل الخزينة العمومية، بما في ذلك هذه الشعبة الهامة. وفي هذا الإطار أكد السيد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية بالنسبة لهذا الملف، مع وضع استراتيجية شاملة على المديين المتوسط والبعيد تكون شركة صيدال في قلبها، بمشاركة مهني قطاع الصحة وكافة الفاعلين، ووضع آليات عملية لضمان تجسيدها بمشاركة كل الفاعلين لا سيما جهاز الجمارك. وفي هذا الإطار أسدى السيد الوزير الأول التعليمات الآتية: التركيز على تطوير القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأدوية ومرافقتها، لا سيما من خلال تشجيع البحث العلمي وإنتاج الجزئيات الجديدة، وإعادة بعث المؤسسة العمومية صيدال ودعمها التي ستكون محل الدراسة مفصلة خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك، إضافة إلى التركيز على إنتاج الأدوية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية والتسريع في إنجاز الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال إنتاج الأدوية محليا، وعلى رأسها المشاريع المتعلقة بإنتاج الأنسولين، مع تشجيع بروز شركات كبيرة لإنتاج الأدوية، وكذلك تشجيع المستوردين على التحول إلى نشاط صناعة الأدوية محليا من خلال تمكينهم من كافة التحفيزات المقررة، والتشديد على وضع آلية رقابة فعالة ودائمة بغية ضبط هذا السوق وضمان التقيد الصارم بالقواعد القانونية ذات الصلة، حماية لصحة المواطنين وسلامتهم. كما أكد الوزير الأول على التسريع في إصدار النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد، مع وضع حيز الخدمة الوكالة الوطنية للأدوية. وفي الختام، تم تقديم عرض وجيز حول حصيلة تنفيذ التدابير التي أقرتها الحكومة في مجالات ترشيد الواردات في شعبتي القمح والحليب، حيث تم تحديد الكمية الحقيقية للسوق الوطنية من الحبوب بتخفيض حوالي 2 مليون طن من الكمية المستوردة سنويا في مجال القمح اللين، بالإضافة إلى رفع كل القيود عن برنامج إنجاز المخازن الاستراتيجية للحبوب. أما في مجال النقل البحري، فتم تكريس حصرية استعمال البواخر الوطنية في كل عمليات استيراد الحبوب والحليب. وفي تعقيبه، ثمن السيد الوزير الأول النتائج الملموسة في هذا المجال، مع تكليف فوج العمل المشرف على ذلك بتقديم عرض مفصل حول النتائج المحققة في هذا المجال، والتي ستدعم الخزينة العمومية وتحافظ على احتياطات بلادنا من العملة الصعبة. تم اليوم انتخاب بوزيد الزهري بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويعد هذا الانتخاب مكسبا جديدا لدعم الحريات وحقوق الإنسان بالجزائر. في المشهد السياسي، وتحسبا لرئاسية 12 ديسمبر المقبل، تواصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على رأسها محمد شرفي تواصل دراسة ملفات الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث تم تنصيب 10 لجان قانونية تعكف على دراسة الملفات 22 راغبا في الترشح، والتأكد من توفر شروط الترشح، وهي العملية التي تدوم إلى غاية 7 أيام اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري. حورية جرجرة. تزامنت مرحلة إيداع الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية
لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت إشراف رئيسها محمد شرفي وفقا لأحكام المادة 139 من قانون الانتخابات بتنصيب 10 لجان قانونية تعكف على دراسة الملفات والتأكد من توفر شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها قانونا، حيث يترأس كل لجنة مقرر، وهذا وفقا لمراحل المعاينة المادية للوثائق والاستمارات مبدئيا من أجل تسليم المترشح وصل إيداع الملف، ثم تأتي مرحلة التحقيق في مضمون الاستمارات وملف الترشح للمعالجة المعلوماتية للاستمارات، لتتوج هذه المراحل بإعداد تقرير ومشروع قرار بشأن ملف كل مترشح على حدة قبل عرض التقارير على مجلس السلطة تحت إشراف رئيسها للتداول واتخاذ قرار معلل بالقبول أو الرفض، وهذا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. وفيما يلي عينة من تطلعات المواطنين بخصوص الانتخابات. نجموش نعيشوا بلا رئيس من المستحيل، وما نجموش نبنوا مؤسسات بدون رئيس من المستحيل، وما نجموش نديروا علاقات خارجية دولية عالمية بدون رئيس. هذا شيء واضح كل وضوح. إيه فوا يخرج الرئيس تاعنا نختاروا بنزاهة وشفافية، والرجل المناسب ليكون يعني عندها روح وطنية وجزائري حر وحاب يخدم هذه البلاد ويسهر على رسالة الشهداء، العهد اللي داروه ذوك الرجال اللي ماتوا على هذه البلاد لازم يكون في المستوى. والشعب دروك راه واعي، يعرف الصناديق الحمد لله راه غادي تفوت بصفة ديمقراطية وبصفة شفافة وخارجة عن الإدارة. يعني الشعب يعطي الصوت تاعه بكل حرية. احنا الموقف تاعنا واضح حول الانتخابات الرئاسية، ان الوضع اللي راهي فيه البلاد تتطلب كل مجتمع الجزائري، لازم الانتخابات الرئاسية هي المخرج الوحيد والأساسي، إن ما يلقاه السيد قائد الأركان قائد صالح هو الشيء اللي راه ماشي عليه كل الشعب الجزائري. إن الوقت اللي رانا فيه لازم لنا الجهود جميعا. يعني أشكر مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي هو ساهر على أمن واستقرار البلاد، كما أشكر يعني كل الذين يلبوا الدعوة للانتخابات الرئاسية المقبلة إن شاء الله بربي. ندعو الشعب الجزائري وكافة المواطنين المخلصين أنهم يتجندوا للانتخابات الرئاسية المقبلة ويختاروا كما قال يعني السيد قايد صالح، يختاروا الرئيس تاعهم بكل ديمقراطية وشفافية. انتخابات 12 ديسمبر جات في مرحلة مميزة، لازم كل الشعب الجزائري يوقف كرجل واحد من أجل إخراج البلد من هذه الأزمة السياسية، لأن لا مخرج ما عدا الانتخابات. الفوت هذا ماذا بينا باش يكون يعني رئيس اللي يليق بالبلاد والعباد والأولاد، ها؟ وحنا نطلبوا من الشعب يفوتوا، والفوت هذه بلادهم واللي ماتوا عليها 1.5 مليون شهيد. يعني ما نسمحوش في بلادنا للناس اللي ما يستاهلوهاش. الجزائر غالية، ولادها غاليين. إحياء لذكرى الفاتح نوفمبر تاريخ اندلاع ثورة التحرير المجيدة، يقف سكان الجرين بولاية باتنا وقفة ترحم وإجلال على أرواح شهداء الواجب الذين نسخوا بيان نوفمبر انطلاقا من هذا المنزل المتواضع الذي زاره الزميل عصا طروب وأعد التالية. هنا في هذا البيت المتواضع بقرية الجرين بلدية ولد فاضل ولاية باتنا في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر سنة 54 و900 ألف خطط لتفجير الثورة، ونسخ بيان أول نوفمبر باللغتين العربية والفرنسية، وأقسم قادة منطقة الأوراس على دحر ليل الاستعمار الطويل. اترأسها بنبو العيد في 26 أكتوبر 54، اترأس لهنا الاجتماع، منه اللي حاضر طار نويشي، عبد الله مزيطي، حاضر عباس الغرور، حاضر عاجل عجول، شيحاني بشير، خنتر، هما في قطعة اللي حضروا. قد يطرح التساؤل لماذا اختار مصطفى بن بوعيد هذه المنطقة بالذات؟
السبب الأول من ناحية أنها منطقة تتوسط أربع ولايات، ثانيا اختار منطقة ولاد فاضل لأنه قبلها كان دار الصلح بين ثلاث أعراش والأربع أعراش في منطقة بول فريس اللي هي قريبة من على كيلومترات، ومن ثم اختارها من ناحية هذه. النقطة الثانية اختارها لأن هذه المنطقة ستمول لاحقا الثورة بالحبوب. هي ذكرى كلما حلت هب سكان القرية، حضر الرفقاء من الأحياء لأنها المنعرج الحاسم في تاريخ الثورة التحريرية. أشرف أمس وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسن ربحي بقصر المعارض الصنوبر البحري، أشرف على تدشين الطبعة 24 لصالون الجزائر الدولي للكتاب. الصالون سيفتتح أبوابه اعتبارا من اليوم للجمهور وإلى غاية 9 من شهر نوفمبر من الساعة 10 صباحا إلى غاية 7 مساء. في الانشغال البيئي تعتزم ولاية قسنطينة غرس أكثر من 35 ألف شجيرة، والبداية كانت من غابة جبل الوحش حيث غرست حوالي 3500 شجيرة بمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي. حسن مطاطلة عن التلفزيون. تعتزم السلطات المحلية من مدنية وعسكرية إلى غرس حوالي 35 ألف شجرة، والبداية كانت بخمسة ألاف شجرة على مستوى غابة جبل الوحش بأعالي قسنطينة والتي تعرضت إلى عدة حرائق في السنة الماضية. العملية جرت بمشاركة العديد من الفاعلين وعلى رأسهم أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين حضروا بقوة للمساهمة في هذه العملية الهامة. غرس بالك هاد العشرة ولا نقدم الرسالة باه يغرسوا الأشجار ويحافظوا على البيئة وباه ما يحرقوش أشجار الغابات. برمجنا اليوم على مستوى الولاية ما يقارب 35 ألف شجرة سوف تغرس في عدة أماكن، سواء في الغابات أو حتى في العديد من المؤسسات التربوية المتواجدة على مستوى الولاية. اليوم على مستوى المكان بمساعدة الجميع، اليوم السلطات المحلية، الجيش الوطني الشعبي. نشير إلى أن هذه العملية ستمس كل مناطق الولاية في الفترة الممتدة من نهاية هذا الشهر إلى شهر مارس المقبل. تعتبر ولاية غردايا رائدة في مجال إنتاج التمور ذات الجودة العالية، وبفضل برامج تلقيح النخيل ومضاعفة أعدادها استطاعت هذه الشعبة أن تحقق نموا حيث يتوقع أن يصل الإنتاج إلى 600 ألف قنطار لهذه السنة، وهو ما يستدعي توفير هيكل تنظيمي لتثمينها، تقول شهرزاد ينونة. واحة بني يزقن، هذه صيحة يعرفها سكان المنطقة جيدا. هي إذان للنسوة بإخلاء الأماكن الخارجية لبيوتهن حتى لا تكون مكشوفة لمتسلقي النخيل، فقد حان موعد جني التمور. نترقب إن شاء الله جني أكثر من 600 ألف قنطار بالنسبة لولاية غردايا من التمور بكل النوعيات الموجودة. تزايد الإنتاج جاء نتيجة لتزايد عدد النخيل المنتج بالمنطقة، يقدر حاليا بمليون وثلاثمائة ألف نخلة، ما يطرح عدة تحديات بالنسبة للفلاحين أهمها نقص اليد العاملة ومشكل التسويق. كاين نخلة اللي توصل حتى 25 متر دوتور في الفلوغرابياش، كي نطلعوا دوطونزونتو في نخلة وحدة نقعدوا أكثر من جوج سوايع، بونشي لي بيي بونشي دون لو ترون، ويدينا يخدموا ومتكين على إن سول أبوي لاكورد. هاد المهنة ماش راهوش معترفين بنا في الغرف الفلاحية في المناطق الصحراوية كفلاحين. الشباب اللي تقول له اروح خدم النخله مع الاخطار والتعب يقول كيفاش نخدم ماش معترف. اللي يشد علينا التمر تاعنا باش كيما قالوا دي زاتولي ولا دي مش عارف باش يعاودوا يخدموه هما يرقلوه يونباليوه يسوقوه تسويق كيما قالوا حاجه كيما قالوا كيما متطلبات تاع السوق الاخر. حنا كفلاحين ما صبناش باش نلحقوا باش نديروا هذا الشيء.
نلتمس من السلطات إعادة النظر وإعادة بعث ديوان الوطني للتمور للتثمين وللتعليب وللتخزين ولملاء التصدير. تستقطب مؤسسات مقاولتية للشباب لتدخل مع الفلاح لترافق الفلاح. أتقبالة تام جوهرت من بين 150 صنفا من التمور تجود بها واحة غرداية، يتطلع فلاحوها إلى توسيمها للخروج بها نحو الأسواق العالمية. في الرياضة اختير الناخب الوطني جمال بلماضي ضمن القائمة المرشحة للفوز بلقب أحسن مدرب لـ 2019 في النسخة 11 من جوائز جلوب سوكر. جمال بلماضي الذي قاد الخضر للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر ورد اسمه ضمن قائمة تضم أسماء لامعة في عالم التدريب على غرار الألماني يورغن كلوب والإيطالي ماسيلي مانو أليغري والهولندي إريك تان هاغ والبرتغالي فرناندو سانتوس. حظ موفق لجمال بلماضي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام، شكرا لكم على المتابعة. للتواصل معنا عناويننا الإلكترونية ظاهرة أسفل الشاشة، تبقى دائما في الخدمة. إلى اللقاء.